فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. ما زلنا مع سنن أبي داود وأيضا مع شعب الإيمان. سنن أبي داود تكلمنا على كتاب الصلاة باب الرخص في الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. روى المصنف بسنده الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب، أو قال: أرضاهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وفي رواية عن عمرو بن أبي عبسة السلمي أنه قال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو خيد رمح أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار، ثم صلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. وقص حديثا طويلا. قال العباس: هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة، إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه. فرأت ابن عمر قال: رآني ابن عمر أن أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. وفرأت عائشة رضي الله عنها: ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين. وفي رواية أنها حدثته أن رسول الله كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، يعني كأنها قالت في هذا الباب: واعلموا أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول: واعلموا أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد النهي فيه: عليكم السلام وبركاته، زادك الله حرصا، جيد، عليكم السلام وبركاته. هنا في الحديث الأول قال: حدثني رجال المرضيون وأرضاهم عند عمر، فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا بد للحديث من المرضيين، من الذين يعني قد وثقهم الأئمة، لكن الصحابة عندما يقول ذلك كل الصحابة عدول. ولذلك قال: رجال مرضيون، فيها دلالة واضحة جدا على أن كل الصحابة عدول، وهم يتفاوتون في درجة العدالة، أقصد يتفاوتون في رتبة الرفع عند الله جل في علاه. كلهم مزكى، قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه جميعا. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأول الناس دخولا في قولي كنتم خير أمة أخرجت للناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عنان، أنا ما أدري ما أفعل يا أستاذ عنان السماء، أما قلت لك أمس تتصلي للرسالة، طب شوف الرسالة الآن موجودة عند فضيلة الأستاذ شريف وتليفونه مع المشرفين، يا متى حضرتك بقى تتواصل الأخت عنان السماء، ماشي وتشوف كيف يتصل إلى الرسالة لها، يا حريص عليها. نعم. ففي قولي: شاهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عند عمر، في دلالة واضحة جدا على أن الصحابة كما قلت كلهم عدول، ولكن أيضا يتفاوتون في الدرجة، يعني لهم درجات متفاوتة. أن النبي نهى عن صلاة بعد
الصبح حتى تطلع الشمس، وعلى صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذه معلومة أن هذه أوقات النهي التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وقد قال العلماء في ذلك، اختلفوا على ذلك ذات أقوال، فمن قال بعد العصر لا صلاة وبعد الفجر لا صلاة، والنهي ورد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحاضر مقدم على المبيح، فلا يصلى شيء بعد العصر ولا بعد الصبح. وقول ثاني رجحه ابن المنذر، قال بأنه النهي عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولكن بعد العصر يجوز الصلاة بعد العصر لعموم حديث علي بن أبي طالب في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد العصر، صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. وأيضا قالوا صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. والقول الثالث هو أنه لا صلاة بعد العصر ولا بعد الفجر، لا صلاة يعني عموما، هذا القول الأول. القول الثالث أنه لا صلاة بعد العصر إلا صلاة ذات سبب، لا صلاة بعد العصر إلا صلاة ذات سبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا يمنع أن أحدا طاف بهذا البيت أي وقت شاء، صلى أو طاف في أي وقت شاء. ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تقرأ فيها الصلاة خمسة: عند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وعند الاستواء اللي هو وقت الزوال، لأن فيها تسجر وتسعر جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخمس صلوات، والجمهور أنه لا صلاة تصلى إلا أنهم اتفقوا على أنه يجوز صلاة الجنازة بعد العصر أو صلاة الجنازة بعد الفجر، هذا الاتفاق. بعد ذلك الجمهور قالوا لا صلاة بعد ذلك إلا الفريضة، قد قال بها الجمهور، والحنفية قالوا أيضا لا تصلى في هذه الأوقات الفريضة، وهذا عجب بن عجاب. والأحناف والشافعية هم أقرب الناس وهم أوفق الناس، وهم أقرب الناس إلى السنة وأوفق الناس إلى السنة بأنها تصلى الصلاة ذات السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا يمنع أن أحد طاف بهذا البيت أو صلى وقت ما شاء. طيب إن شاء الله، عامة الرسالة عنده، خلاص الرسالة عند الأستاذ، ممتاز، وإن شاء الله يعطيكم إياه. وحديث عمر ظاهر في النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر إن كانت قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها، كما هو مذهب عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، وقيد جماعة من الصحابة والتابعين الكراهة وقت طلوع الغروب. وهذا منهج ابن عمر، أن قال أن النهي مقيد بوقت الطلوع ووقت الغروب فقط. مع أنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ليصار في هذه الرواية إن النبي نهى عن صلاة بعد طلوع الفجر. فالصحيح أن أوقات النهي بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس النهي وارد، ولا يجوز صلاة إلا صلاة السبب، لأن النبي رأى الرجل يصلي فقال له الفجر مرتين، قال رغبة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أدري المشرفون كيف لما يرسلوا إليك أنا ممكن أما والله أكتبه لك على العام الآن، طالما الأمر هام بهذه الطريقة ممكن أنت ما أعطاش الرقم. هبة شوف، إلى الآن لم يرسلوا لي، أدلها تلفون بعد رجاء، خذ التلفون عشان أنا أصلا ممكن ما ردش عليك، فخذ التلفون وبعد بعد الدرس مباشرة اتصلي رجاءنا. اسمها هبة محمود، عرفتها؟ خلاص سيرسل لك ان شاء الله التليفون الهاتف الان. جزاك الله خير. فصحيح ان نقول اوقات النهي متفق عليها كما قلنا خمسة اوقات: بعد طلوع الفجر وبعد طلوع العصر لهذا الحديث، شاهد عندي رجال المرضيون، وعند الغروب لمنهج عمر المخطب، وعند طلوع الفجر وعند طلوع الشمس لأنه يطلع
يطلع تغرب بين قرني الشيطان، وأيضا تطلع بين قرني الشيطان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقت الاستواء، وقت الاستواء قبل الزوال، ولأن جهنم تسعر في هذا الوقت. وفي حديث عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. فهو هنا السؤال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ أراد أن يعلم أوقات استجابة الدعاء، وهذا أيضا فيه الحرص على 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 الأوقات التي فيها يكون الدعاء مستجاب. نعم. فقال له: جوف الليل. وجوف الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل، إن الله جل في علا ينزل ثلث الليل الآخر، فأقول: هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ نعم. لذلك قال له: جوف الليل. وجوف الليل يوافق النزول، وأوقات النزول هي أفضل الأوقات على الإطلاق، فيها البركة بنزول الله إلى السماء الدنيا. يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ قال: فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة، مشهودة مكتوبة حتى تصلي، حتى تصلي الصبح. والمعنى أنك يعني في هذا الوقت الله تعالى يشهد الصلاة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في هذه الأوقات حتى تصلي الصبح، حتى تصلي الصبح. وأيضا صلاة الصبح مشهودة، لأن الله تعالى قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. عليكم السلام ورحمة الله. حتى تصلي الصبح ثم أقصر، وهذا فيه دلالة على أن بعد صلاة الصبح منهي عنه الصلاة، فلا يجوز أن يصلي بعد صلاة الصبح. قال: ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قذا رمح أو رمحين. ففيها دلالة على أمرين: الأمر الأول، الصلاة بعد الصبح لا تجوز، لأنه قال: ثم أقصر حتى تطلع الشمس. فهذا الوقت وقت وقت النهي، وهذا رجح ابن المنذر أيضا في الأوسط بأن هذا الوقت ما في خلاف فيه أنه بعد الفجر لا صلاة حتى تطلع الشمس. وعند طلوع الشمس لا يجوز أشد كراهة، لأنها تطلع بين قدمي شيطان، فكان المشركون يسجدون لها في هذه الأوقات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون التشبه بهم، لأن في الرواية قال: حتى تشرق الشمس بازغة. قيس رمح أو قيد رمح، قدر رمح يعني. وفي قوله: وإنها تطلع بين قرني الشيطان، هذه على الحقيقة، وأن الكفار كانوا يسجدون للشمس، فكان الشيطان تكون طلوعها بين قرني الشيطان، فكانهم يعبدون ويسجدون للشيطان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية أن تتشبه بأهل الكفر، وقال: ليس منا من تشبه بغيرنا، حتى لو كانت الصلاة لله جل في علاه، حتى لو كانت الصلاة لله جل في علاه، لأن في هذا التوقيت فيها مشابهة بالكفار، وأنت عندك النهي العام عن المشابهة بالكفار. وفي قول مشهودة أي يشهدها الله جل في علاه، وتشهدها الملائكة الذين يحضرونها، وتكتب أو يكتب أجرها، وذلك أقرب إلى القبول وحصول الرحمة، حتى يعدل الرمح ظله. يا عم تخليك مع خديجة جوه، يا عم خليك مع ممالك خديجة جوه، يا عم الله يديك. تطلع بين القناة الشيطان ويصلي لها الكفار، وهذه فيها دلالة واضحة جدا كما قلت على هذا الباب، وهو النهي عن تشبه بغيرنا. ثم صلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، يعني يكون مستويا مطابقا. ثم أقصر. أقصر ليش أقصر؟ لأنه عند الاستواء هذا قبل الزوال، الاستواء دي معناها أن الشمس عمودية، يعني ما زالت في كبد السماء، ما زالت عن كبد السماء، ما زالت عن كبد السماء. هذا الوقت تسعر فيه جهنم، هذا الوقت تسجر فيه جهنم، وتفتح أبوابها، يعني تشتد غليانا وإيقادا، أعوذ بالله. وهذه تعتمد كثيرا على إيش؟ تعتمد كثيرا على 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 التسليم لله وتسليم الرسول. كل هذا غيبيات لا نعلمها. اصبر يا ندى، نجيبك بعد الدرس مباشرة. هذه أمر مؤلم هذا. والمعنى أنه لو أخر العصر، ما صلى العصر لها أن يتنفل ما شاء،
وقت ما صلى، فالنهي هنا مرتبط منوط بالصلاة، إلا في الفجر. الفجر كما أن المسلم قال لا تصلي إلا ركعتين، يعني ما ليس من السنة أن تصلي فوق ركعتي الفجر. أرى كثيرا من حتى أنا كنت يعني أتحرج من الذهاب إلى المسجد في قبل الصلاة، لأن أنا أصلي في بيتي الركعتين والضجع وأذهب إلى المسجد ما أجلس. فلذلك كنت متخير الأوقات التي أذهب إليها في صلاة الفجر فيها، أذهب إلى أن أعلم أنهم سيقيمون الآن، أو أنا أقول لهم أقيموا الصلاة الآن، لأن السنة لا تصلي بعد الفجر إلا ركعتين فقط، إلا إذا كنت يعني ما صليت إلى الوتر مثلا، لك أن تصليها كما كان ابن عباس يفعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. غير ذلك ليس لها إلا ركعتين. أما قبل العصر فلك أن تصلي النوافل التي أردت وشئت، ولا تمنع من الصلاة إلا بعد أداء صلاة العصر. يعني ما يتأتى النهي إلا بعد أداء الصلاة. نعم. وبعض العلماء حمله كابن عمر غيره حمله على وقت الغروب، ان ما في صلاة بعد العصر منع عنها الا وقت الغروب، لا تغرب بين قضاء الشيطان. ويستدلون على ذلك بحديث علي بن ابي طالب في المسند انه قال صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. لكن حقا اقول الاسلم في ذلك والاسد قول جميع الفقهاء بان الحاضر يقدم على المبيح، وحديث عمر بن الخطاب وحديث ابن عباس حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. شهد عندي رجال المرضين وارضهم عندي عمر، فهو حديث متفق عليه، فيقدم في هذا الباب. ونقول الأوقات يعني الأوقات المحرم فيها أو المنهي عنها الصلاة بعد طلوع الفجر، بعد غروب الشمس، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر، وأيضا أوقات التسجير وهي وقت الزوال. وأما الحديث الثاني حديث يسار مولى بن عمر قرآن بن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال يا يسار وقال يا يسار إن رسول الله خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. قال إلا سجدتين، يقصد هنا بعد طلوع الفجر لا يصلى. عفوا. بعد طلوع الفجر لا يصلى إلا سجدتين من سنة الفجر. الحديث يدل على كراهية التطوع. بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال الترمذي وهو ما أجمع عليه أهل العلم كره أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال الحافظ في التلخيص دعوة الترمذي الإجماع على الكراهة، لذلك عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور، حكى ابن المنذر وغيره، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل. وطرق حديث الباب يقوي بعضها بعضا. نعم. يا ممكن يكونش عندها نت ولا ايش؟ لا عندها شيء بس هي محتاجة تخش. قول لها ادخلي طيب. بعث إلى حضرتك على الخاص ادخلي. وهذا حديث إن كان فيه ضعف لكن يستأنس به. ولكن يستأنس به وفيه دلالة أنه يعني لا يصح الصلاة بعد طلوع الفجر إلا صلاة ركعتين فقط، وهما رغبة الفجر الذي قال قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هما خير مما طلعت عليه الشمس. وعن عائشة رضي الله عنها ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين. العجيب والعجب كل العجب أن العلماء
يقدمون الحاضر على المبيح، لا صلاة، وهي قالت إلا ركعتي الفجر، دخلت ولم تجد في عفريت جوه ولا إيش. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.